اهلي. والحقيقه انا لما سالت واتقصت انا ما كنتش اعرف حقيقة الموضوع ده تماما، وكويس ان احنا موجودين حضراتكم طبعا اساتذتنا، ويعني تقدروا تتكلموا في الموضوع ده افضل مني. النادي الاهلي بيقعد يدفع فلوس تقريبا اللي انا عرفته يعني في رفلي كده تقريبا داخل في مليار جنيه عشان طبعا يعمل انشاءات طبعا تخص اعضاء الجمعيه العموميه وتخص مصر كلها، لانه في الاخر النادي الاهلي هو اكتر من يمول المنتخبات الوطنيه في كل الالعاب، وجبت بالارقام وكل حاجه. اذ افاجئ ان الوزاره حتى هذه اللحظه ما بعتتش للنادي الاهلي، او النادي الاهلي بعت لهم من شهر 6 اللي فات لغايه من شهر تقريبا او من اقل من شهر. واحنا يا جماعه عملنا انشاءات فين؟ عايزين يعني طب حسوا يعني بينا يعني. عندنا مثلا حاجه زي الهيئه الهندسيه، وهي هيئه من ومؤسسه من المؤسسات الكبيره جدا في مصر اللي بتخدم المصريين كلهم، عايزين مننا فلوس، فطب ادفعوا جزء معاه يعني. طبعا طبعا. لا طبعا، عاوز اقول لحضرتك على حاجه. انا تابعت طبعا الكلام اللي انت قلته، والمشهد واضح، مش محتاج يتقال فيه كلام، انه ايوه الاهلي احد الروافد الاساسيه في دعم المنتخبات الوطنيه. هذا قدره وهذا دوره في هذا الوطن الكبير، انه مؤسسه وكيان كبير وصل الى هذه المرحله، وفي افرعه منتشره في جنبات الوطن كمان، وتفكير في شغل تاني في مرحله مستقبليه لمجلس اداره بيواصل عمل كبير جدا، وافكار جديده كده هتظهر في الساحه. اكيد لابد انه الدكتور اشرف صبحي يبقى عارف ومتابع، لانه العينين بترصده، لانه دعم طرف على حساب طرف ده في حد ذاته يعمل مشكله. طب خلينا نتكلم على ما يخص النادي الاهلي. يعني فدي من النقاط الاساسيه، انه اللي احنا نعرفه طول عمرنا، انه لما الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي لما ياخد بطوله بالزبط. افريقيه بيبقى على طول دي لائحه واضحه، الوزاره هي اللي عاملاها مكافاه للفريق الفايز. خدت بطولة افريقيا في كرة القدم بنفس الشيء، خدت بطولة دي لائحة صح؟ لائحة واضحة، لائحة منظمة منظمة طبعا للمسألة دي. للدعم طبعا لو أي حد يعني احنا فاتحين الحوار النهاردة لأي حد عايز يتكلم يعني ده لائحة واضحة. لكن على ما يبدو انه حجم يعني الشغل الكبير اللي عامله النادي الاهلي في استثمارات على الارض والمنشآت اللي بتقوم بيها الهيئه الهندسيه بامانه حاجه كبيره جدا وحاجه مهمه جدا. والاهلي يمكن المجلس الحالي وعد بالافتتاح بعد الانتخابات، لانه ما رضيش يعمل افتتاحات يوم الانتخابات عشان ما حدش يقول ايه انا بعمل عشان تديني صوتك، اتاجلت عشان الصوت اتاجلت، وهو ده النادي الاهلي. فانا عايز اقول الحقيقه معلش بالمناسبه قبل ما حضرتك تكمل، بس دي لقطه مهمه جدا جدا، وان دلت فهي بتدل على ان النادي الاهلي هو نادي المبادئ والاخلاق. ايه اللي حصل؟ والتطوير. التطوير طبعا. ايه اللي حصل؟ على فكره يعني ده كلام ثابت، ولا انا هقدر اضيف فيه ولا حضرتك هتقدر تضيف فيه، ولا حد الأهلي يقدر ولا حد يقدر يقول حاجه. لا الاهلي ثابت مبادئه. ولو حكينا في قصه المبادئ اللي هي ليه؟ لان النهارده شفت لقطه لطيفه جدا. اللقطه دي إيه؟ يعني لو مجلس الاداره اللي داخل ده بيفتتح هيعمل ايه؟ هيحط اسماءه بس. طبعا ده طبيعي على فكره. طبعاً. انا جاي افتتح بالظبط الصالات دي. ايه اللي حصل النهارده؟ حاطط القايمه بالمجلس الناس المجلس السابق اللي هو اللي كان موجود من شهر. طبعا. والمجلس الجديد اللي موجود دلوقتي ده مش هتشوفه على فكره، مش جديده يعني، ده مش هتشوفه غير في النادي الاهلي. الاستاذ ابراهيم الكفراوي كان موجود النهارده، وكان بصفته، ولو كانت الناس الثانيه يعني اعضاء مجلس الاداره السابقين كان متاح ليها كلام. ما عايز اقول لك على حاجه، ده بيخليني ما هو ده متوارث. وهذا التوارث بيكون نتيجته انك كوادرك ومبادئك وحاجات انت محافظ عليها، لما تيجي تشز تلقى في ناس من داخلك ترفض هذا الكلام. يا محمود، هي العيله دي كده وهتفضل بثوابتها يعني مش هتقدر تغيرها، لانك لو خرجت عن الطريق زي ما بيقولوا المستقيم تلقى في حد يطلع يقول لك لا انت هنا عملت كده غلط. انا عايز اقول ايه، انه الاهلي يستحق من وزاره الشباب والرياضه ان هي تمد يد العون. وانت شايف مكان ودوره بيمثل دعم للمنتخبات الوطنيه 70% قياسا على كل الالعاب، يستحق انك انت بتيجي في لحظه انك انت مش تشيد تدعم، تطلع تتكلم، تطلع تقول لا في الجزئيه دي. وعاوز اذكر بحاجه، انه في الفترات السابقه كان يطلع يقول لك ايه، وزاره الرياضه هتعمل حمام سباحه في الحته في النادي الاهلي، وزاره الرياضه هتعمل مجموعه ملاعب في المكان الفلاني. الكلام ده في الفتره الاخيره انا شايفه انه قل، انا شايفه ايه، اختفى تدريجيا والصوت مش واضح.
اتمنى ان اسمع صوت صديق العزيز دكتور اشرف راجل صبحي محترم الحقيقه، وهو بامانه شديده على مستوى شخصي راجل مهذب جدا طبعا. بس عاوز اقول له الاهلي يستحق انك تكون في ظهره، الاهلي يستحق بما يقدمه للرياضه المصريه كاحد روافدها الاساسيه، يستحق انه تبقى موجود، وتبقى الوجود بتاعك مش للظهور فقط، الوجود بتاعك بيكون بدعم للسلسلة الافتتاحات الكبيرة جدا، الصالات الكبيرة جدا. الأهلي بيلعب دوره، دوره بيقديه مع وطنه، هو الأساس رقم واحد بالنسبة لينا وللنادي اللي هو مصر. بدون مصر لا شيء، كل ده بيدوب في كيان واحد هو جمهورية مصر العربية. أنت بتبذل وبتعمل النشء ودورك الكبير جدا بتلعبه كمؤسسة وطنية، أنك بتقدم للبلد المواهب والنجوم والأبطال اللي بيقدموا ويمثلوا، لانه دي فترينة العرض. ظهورك في منتخب بلدك ده فترينة العرض الاساسيه طبعا. انت بينمو الشاب عندك وبتصرف كل المصاريف دي كلها، بيبقى عبارات انك انت مسؤول الدوله يطلع يتكلم يقول انه اتعمل واحد اتنين تلاته، ده في حد ذاته هو ده المعنى المعنوي. لكن في نفس الوقت برضه محتاج دعم مادي، محتاج انك انت بطوله افريقيا من 2020 مثلا الاهلي ما ياخدش مكافاه لغايه دلوقتي، ده حاجات بسيطة أنا شايفها. لكن الدعم الأساسي يا أستاذ عصام في جزئية حجم الإنشاءات الكبيرة جدا، مبالغ رهيبة جدا بتدفع، تحتاج إن وزارة الرياضة برضو من حين لآخر إنها تقدم دعم مهم جدا بمساندة الأهلي. وهذا الدعم ليس